ويا مرحبا باحلى متابعين. اليوم معنا حلقة جديدة، اليوم لسه بدايته. قلت ايش البس؟ بدي اروح انظف السيارة، بعديها بدي اروح اعمل اشي بس لسه مش عارف شو هو. خلينا نطلع مع بعض. انا بحب اول اشي اطلع من البيت لما ما اكون عارف شو بدي اعمل، بروح بعديها بنكتشف. فخلينا نروح نبدأ اليوم مع بعض ونشوف شو جايينا مفاجآت. عارف شو اخوان، مفكر صراحة نروح نغسل السيارة، طلع منظرها، طلع العجال، فمفكر اروح اجيب كم من منتج نشرح عنهم من والمارت ونروح نغسل السيارة واعمل كم من فيديو تيك توك وارجيكم كيف بعمل تيك توك. السيارة صراحة وسخة كثير، بعرفش اذا مبينه ولكن بدها تظبيطات كثير. وهيك بنكون وصلنا والمارت، وهلا راح اشتري كم من منتج من جوا راح نحتاجهم لتنظيف السيارة. كم من منتج راح اشرح لكم عنهم، يكونوا جداد اهم شيء بوالمارت. وهيك دخلنا عالم المنتجات للسيارات في والمارت وشفت هذا المنتج، وهو من هذه اول المنتجات اللي بدي اجربها على تيك توك، واللي هي منتج بنظف لك عجال السيارة ولكن بدون ما تفرك، بدون ما تدعك ولا شيء. هيو نو سكراب اول ويل كلينر، فهي هي اول منتجات اللي راح نجربها، وهذا هو راح يكون ثاني منتج راح نجربه لليوم. عاملين عليه خصم ولكن هيو نفسه موجود هون ب 30 دولار، فمنجربه منشوف اذا تمام نحكي لكم عنه بالتيك توك. برضو شوفوا هذا المنتج صيفي ولازم اعمل عنه، ما كانوا ينزلوه بوالمارت ولكن هاي اول مره بشوفه. طلع كيف يغطي كل السيرينج، فهذا برضو راح نجربه ونعمل عنه فيديو على التيك توك. هيك هلا صار عندنا 3 منتجات، كمان منتجين وبنطلع من والمارت. شو رايكم ممكن نجرب هاي المروحه؟ غريبه وثقيله صراحه، مش عارف اذا راح تزبط عندي بالسياره، فلا ما راح اجربها. اخوان تسالوني كيف ممكن تتعرف شو المنتجات الجديده بوالمارت. اخوان دائما كنت اجي على والمارت اشوف شو في منتجات جديده واخذها واجربها على التيك توك. فاللي ما بتابعنا على التيك توك هلا راح احط لكم الصفحه هون، فوتوا راح تشوفوا منتجات كتير وكل اشي بخص عالم السيارات. لا هون بتروح على عالم التنظيف كامل، يعني شو ما بدك تنظف بسيارتك بتلاقي مكان. طيب وهيك اخوان بنكون جبنا عده كامله للتنظيف. شفت هذا لوكاس سبيد واكس، خلينا نجربه نشوف شو قصته. وبرضه شو جبت؟ جبت انتيرير ديتيلر، هذا بزبط للكراسي وبزبط للداشبورد ولكل داخلية السيارة. هذا للسجاد اقوى نوع زي ما بدكم، هذول فوط عشان ننظف فيهم، هذول عشان الستيرنج راح نعمل عنها مراجعة، هذا للجنطات، هذا منتج جانبي راح نجربه، وهذا بنظف القزاز. هيك اتوقع نحن بنكون جاهزين، فخلينا نطلع من والمارت. بعديها جيت على رص، طبعا اللي ما بيعرف رص هو محل ببيع منتجات بسعر وخصومات كبيره، يعني طلعوا مثلا هون سعرها 80 دولار ولكن هم بيبيعوه ب 8 دولار. فعشان ما اوسخ البلوزه اجيت بدي اشتري بلوزه على السريع عشان نروح ننطلق وننظف. انا اللي بتابعني على تيك توك بيعرف انا صار لي فتره مو منزل هذا النوع من المحتوى، ولكن راجع لكم. خلينا نشوف اذا انتم مشتاقين لهذا النوع من المحتوى. فعليهم متحمس كثير نرجع وننزل فيديوهات قويه زي ما انتم بتحبوا. كثير معكم هيك اخوان بالعاده انكم بتشتروا اغراض ولا لهم دخل باللي انتم كنتوا بدكم اياهم. هذا اللي صار معي، هي راح اشتري هدول ورايح اغسل السياره. وهي هون وصلنا على المغسله اللي راح نغسل فيها، وهاي بسموها سيلف كار واش، يعني انت بتغسل بايديك. والسبب انه انا بدي اعمل منتجات وبدي احضر، فعشان هيك جيت على هذا النوع من الكار واش. شباب هلا راح اورجيكم السياره قبل وراح اورجيكم اياها بعد، شوفوا التفاصيل اخوان، شوفوا التعب صراحه. يعني صار لي فتره طويله، طلع هون اخوان صار لي فترة طويلة مو غاسلها السيارة. طلع الاشياء مرمية هون، بالله عليكم لا تبلشوا فيه بالكومنتات لانه وضع السيارة يعني انا مش واصل له الا لاني كنت مشغول. طلع يا اخوان طلع، والله حرام اللكسس، حرام اللي بيصير فيها اللكسس. يا شباب تبهدلنا بالتنظيف، لا خليت لا سجاد لا من برا ديتيل، من جوا لا بدي ادخل ادعك، يعني مبين اصلا طلع العرق علي. خلينا
مكملين. بدي اطلع السيارة جديدة صراحة يا اخوان، من اول ما شريتها وما غسلتها غسل زي العالم والناس، تخيلوا. وهيك يا شباب انا تقريبا بكون خلصت تنظيف السيارة، تعلمت اشي اليوم وهلا بحكي لكم شو هو. اللي تعلمته انه تنظيف السيارة ما باخذك اكثر من 15 ل 20 دولار، بالمقابل هذا لو بدك تعمله عند مشحمة راح يكلفك تقريبا ال 100 دولار. طبعا راح تقول لي في كار ووش بتغسل لك ب 6 دولار و 5 دولار، بس هاي غسلة سريعة من برا، لا مواد كوت ولا بنظفوا لك اياها من جوا ولا بيعملوا لك تنظيف للكراسي ولا السجاد ولا ولا ولا. هذا اللي عملناه اليوم بكلفك ارخص يعني مشحمة اقل اشي 150، خلينا نحكي 100 دولار ل 250 دولار، هذا بسموه فول ديتيل. نحن ما عملنا بولش ولكن احنا عملنا ديتيل لقطع السيارة، فخلينا اورجيكم النتيجة. هيك اخوان باخر الفيديو بحب احكي لكم ما بدي اطول عليكم هالمرة، استنوني في حلقات تانية اذا مش عامل سبسكرايب لايك وشير هلا لازم تعملهم، وبقولكم الى اليوم مع السلامة وبنشوفكم بالحلقات الجاية. يلا بوح.